بعد ما جبنا كل الفايلات اللي محتاجينها عشان نجمعها مع بعض في الاكسل عن خلال الكويريز، بنحتاج بقى ان احنا ايه ندمجهم يبقوا اكنهم ملف واحد يقدر يتحلل مره واحده بدل ما هم ايه ملفات متنوعه كتيره. بنعمل كده ازاي؟ بنقف على اي ملف منهم من من الكويريز. طبعا انت لو مش شايف شاشه الكويريز دي، لو مقفوله عشان توصل لها بتعمل ايه؟ بتروح على داتا، بعد كده بتقول له شو كويريز، بيفتح لك الكويريز اللي انت فاتحها. بتقف على اي واحده فيهم ما تفرقش، كده بتقول له اديت عشان يفتح لك الكويري نفسها. ده بيخليك تفتح الايه صفحه كده في الهواء، اريا الصفحه اللي انت ساحب منها الكويري. لها استخدامات كتيره بس احنا هنا هنستخدمها بس عشان نجمع. هنجمعها ازاي؟ هنقول له كومباين، هنقول على كومباين من هوم كومباين، بعد كده نقول له ايه ابند كويريز او ابند كويريز او ابند كويريز از نيو. ابن كويريز هيعمل ايه؟ هياخد الكويريز الثانيه زودها على الكويري ده. لا احنا نسيبهم كل واحد زي ما هم ونعمل واحد جديد يجمعهم كلهم، نقول له ابن كويريز از نيو. هنختار تيبل ولا اكتر؟ هنقول له اتنين تيبلين، لا هنقول له ثلاثه او اكتر. هناخد ايه؟ احنا عاملين ثلاث امثله عشان نقط، هنختار الثلاثه، هندوس شيفت ونقف على واحد وننزل بالماوس، او هندوس نقف على واحد دوس كنترول وكان نختار الثاني والثالث، كان ندوس على زرار اد عشان يبقى كده كلهم موجودين. عندنا ملف منهم القرار نرجعه تاني، هنقف عليه وهندوس اكس عشان نلغيه. بعد كده الثلاث ملفات بتوعنا هيتعمل لهم اباند، هنقول له اوكي. المفروض كده الايه الفايل اتعمل. هنقول له هنسميه مثلا، من غير ما نسميه هنقول له كلوز اند لود، كلوز اند لود 2. وبرضه هنقول له ايه كرييت كونكشن بس، لان احنا لسه مش هنعمل منه تقارير، لسه هنجمع عليه بقيه الملفات، ونقول له لود. كده بقى عندي الملف ده اسمه append 1 شامل كل الداتا اللي خاصه هنا ونقدر نشتغل عليه. لو حبينا نسميه بنقف عليه وبنعمل دوس على F2، بعد كده بنقول له ايه all sales مثلا، لو عايزين نسميه اي اسم عشان نوضحه ممكن نقول له ايه appended. كده احنا جمعنا كل الملفات، بقى عندنا ملف واحد شامل كل الملفات اللي احنا عايزينها.